السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في جدة. جدة عروس البحر. جدة أم الرخى والشدة. نحن اليوم السبت 21/2/1439 في مكان جميل في جدة يحكي الماضي الجميل. الماضي الحجازي النجدي مع بعض. ونحن الحجاز ونحن نجد. هنا مجد وهناك مجد. اليوم نلتقي بأحد الشخصيات، ابن أحد الشخصيات التجارية، بيوت التجارة في جدة، بيوت التجارة في الطائف، بيوت التجارة في مكة، بيوت التجارة في الرياض. نتحدث عن ذكريات تاريخه في هذه المناطق، تاريخ والده، كيف البدايات تجارتهم، أيام العزة الطائف وأنف الطائف. نحن قلب العالم الإسلامي، نحن قلب العالم العربي، وسنعود بسواعد شبابنا ونبدأ. أنا عبد الرحمن عمر بدري. عمر إيش؟ عمر محمد. عمر عبد الرحمن عمر محمد بدري. ولد في المسعى، كان عند أبويا بيت في المسعى، كان عنده بيت أمام المسعى البناء القديم، في المسعى البناء القديم. إيه 1345. 1345. لا أنت من تحافظ، ما تبي تكبر نفسك. يعني والله كان من على ما سمعت إنه كان من التجار العشرة الكبار في مكة. هو كانوا شركة هو وأخوانه الله يرحمه. وأخوانه مين؟ حسن ومحمد وسليمان. سليمان بعدين فصلوا من بعض. من بعض. وجلس هو هذا والشينكو صارت عنده والبتروماكس عنده وكل شيء عنده. كان أبوي الله يرحمه يستأجر السيارة كلها لنا. أيه. ونطلع فيها الطائف. تقعدوا قديش؟ نطلع 3 شهور نجلس كل الصيف. وعندهم حل بواجهتين. فين؟ في سوق القاضي، خان القاضي. خان القاضي. علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. دخلت الخطوط السعودية موظف. موظف بالكفاءة المتوسطة. أيوه. وجلست يعني عشان نحن هذيك الأيام بيني وبينك في حاجة. عام كم تقريبا؟ في حاجة الريال الواحد. عام كم يوم دخلت الخطوط السعودية؟ والله عهد مين كان رئيسها؟ رئيسها كامل سندي. كامل سندي. أول بداية. أول بداية. وأمين مهدي. وأمين. كنت أي قسم؟ أي قطاع؟ في كبير أمناء الصناديق. الصناديق. حاسب يعني. أيوه. اشتغلت في أول مكتب للخطوط السعودية وافتتح في شارع الملك عبد العزيز. في شارع الملك عبد العزيز. ودخلت وظيفة قيمة وكبيرة. جلست فيها كم؟ جلست فيها 15 سنة. قال التجارة كذا إيه؟ أيوه. إلا تبي تروح لها. أيوه. أيوه. وبعدين صنعة أبوك. وصنعة أبوك لا يغلبوه. بس أنا ما اتجهت لها. أم ثاني يعني نشاط ثاني. أيوه نشاط ثاني. اللي هو؟ اللي هو فس أزياء. أيوه أنت اشتهرت بالأزياء. أزياء معروفة ما يخلوها. فتحت في مكة ففتحت في جدة. أيوه. فين؟ ورحت أول ما فتحت. أول ما فتحت أمام
مطبخ ابو الجدايل اللي فين؟ اللي في الشارع اللي في الشرفيه. اللي في الشرفيه اي حلو. اجيب ازياء من فين كنت تجيبها؟ اجيبها من بريطانيا. اول شيء ابتديت ببريطانيا. تسافر بنفسك؟ ايوه. واجي وبعدين عم كم ففتحت والله لا تذكر لا كلها هذه لا قلت لي وظيفه عم كم ولا سنين ما 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 اذكرها والله. ما تزوجت وقتها. لو انت اديتني خبر إيه قبل كذا كان حضرت. اي كان حضرت يعني ما تزوجت وقتها يوم فتحت. لا ما تزوجت. ما تزوجت بعدين ربنا. 15 سنه في العمل ما تزوجت الا الا تزوجت. تزوجت عندك هاني وعندك ايوه. بعدين حبيبي فتحت في لندن يعني في الثمانينات الميلادية تقريبا الثمانينات الميلادية. ايه 79 فتحت في لندن. ايه 79 ميلادي فتحت ميلادي فتحت في لندن. ايش محل؟ جلست 26 محل بوتيك يعني محل محل فيش حيش كان يضرب ويقلب. نعم محل ازياء فساتين افراح فوق سفورت ستريت اكسفورد. شفت كمبرلاند اوتيل؟ نعم امام كمبرلاند اوتيل في اكسفورد بالضبط. نعم. امام كمبرلاند. اسم المحل؟ بلازا. بلازا ايه بلازا فاشل يعني. وفي جدة ايش كان اسمه؟ بدرك للازياء الحديثه. الازياء الحديثه اكمل حكايا في العمر كله قال لك ما يا اكمل حكايا في العمر كله سنين في حلقه ما فات جمال حب قبله قال لك ما أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلقة ما فات جمالها على حب واستمريت من هناك تجيب هنا بضايع. ايوه اوزع بين هنا وبين هنا وبين هنا. تشتغل لمحلك ولا كنت جمله كمان؟ لا اشتغل لمحلي بس لاني انا بعض الحاجات انا اصممها عشان كذا مشهور. ايش هو يجي مثلا المصمم اللي هو حق الشركه ايه؟ يسوي مثلا فستان الفرح اقوم انا اخلط له هو اقلب الكم كذا اقلب هذا حسب ذوقك مو اصمم من الاساس فاهمني كيف؟ ما أصمم من الأساس لا هو يصمم وأنا أقلبه حاجة تانية على حسب العرب على حسب ذوق العرب. طب ذاك الوقت يا أستاذ أبو هاني أستاذ عبد الرحمن ذاك الوقت كان منافسة كان بداية يعني جدة كانت مسرح للأزياء والأشياء إيه؟ الجميلة سواء إيه؟ الرجالي ولا إيه؟ عزة يعني إيه نهاية السبعينات إيه؟ والموضة إيه؟ والموضة إيه؟ وبدأت إيه؟ الموضة تظهر إيه؟ يعني من كان معك في هذا النشاط؟ والله في يعني تنافسوا يعني في كان لا ما 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 تنافسنا مع احد هذيك الايام ما كان في انت الوحيد يعني نفرين ثلاثه مين وما في تنافس لاني انا فتحت بقوه إيه فاهمني كيف؟ مين كان معك؟ في يعني؟ جميل اصفهاني إيه؟ في عدنان ابو الفرج إيه؟ هو كان ينافسني عدنان ابو الفرج نعم ولكن تنافس حلو إيه يخلق الإبداع أيوه كان يعني الله كان هو حي نعم. الله يديله طولة العمر هو وجميل أصفهاني نعم. والحقبي كمان طيب أنت بس جدة ما فتحت في مدينة أخرى غير فتحت في الرياض فين في الرياض؟ في الرياض في شارع المتنبي شارع المتنبي في الملز أي في الملز شارع المتنبي نعم جلس 10 سنين عام كم ما تذكر واشتغلت في بعد لندن إيه؟ بعد لندن وبعد جدة لا 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 مع لندن مع لندن ايوه 79 ايوه ايوه مع لندن وهذه إيه؟ وبعدين يا حبيبي طب بحكم تجارتك الثلاث الفروع هذه ابو هاني والمدينه المنوره فين في المدينه في مركز البكري فين في اي حي في مركز البكري في شارع قبة شارع قبة المراكز الاربعه هذه انت كتاجر ورجل اعمال في هذا ايش اللي كان اكثرهم يعني نشاطا ومكسبا وربحا في الاربعه دي في ذاك الوقت في نهايه السبعينات بدايه التمانينات كلها الاثنين اللي هي فساتين سهرات نعم وفساتين نسائي. افراح فساتين افراح إيه؟ اطفال لا بس نسائي ها بس نسائي لا بس نسائي ما اشتغلت اطفال إيه؟
ايش الاكثر نشاط في الفروع الاربع هذه؟ بريطانيا، اوكسفورد، والرياض المتنبي، وجده والمدينه. والمدينه ايش اكثرهم نشاطا كان؟ اكثرهم نشاطا جدة. كانوا يجون من القاهره، كانوا يجون من ابو ظبي، كانوا يجون من دبي، كانوا يجون من عمان، كلهم اجوا والله العظيم اشتروا ويرجعوا تاني. تصدق عندهم فرح، عندهم شيء بسرعه. نعم. مرت الشيخ محمد بن راشد اول زوجه تزوجها اشترت الفستان من عندي من لندن، سويت له هو مخصوص كمان، كنت اسوي فساتين مخصوصه يعني مخصوص يوصل الفستان لين 50,000 باوند و40,000 يعني باوند. كم ايام على السعر زمان؟ 8 ريال ونص يعني حوالي 400,000. ايوه كانوا اشتروا الحق. بس وربنا فتح الحمد لله. واستمرت الفروع هذه لحد عام بديت تقفل بعضها؟ ايوه قفلتها كلها. كلها مع بعضها ولا بديت بفرع؟ لا فرع. اول شيء المدينة، بعدين الرياض، بعدين جدة صار له حادثة، يعني مو حادثة، صار صاحب الملك جاني يعني يبكي ويشهق يبغى المحل حقه. ليه يا ابويا؟ قال بنك الرياض اداني مليون. وانت الشغل طاح في السنة. وانت الشغل طاح ما تقدر تدفع. لا مو اقدر ادفع، الشغل قل. ليش قل؟ قل لي ليه قل. صيني ولا هذه خلاص. انا كان عندي فستان 10-20,000. اللي كانت تيجي تشتري فستان لبنتها ب20,000 جات وقالت انا ابغى ب2000 والله العظيم. قالت ابغى ب2000. يا امي انت كنت اخذتي البنت هذه؟ قالت اول دحين ابغى اختلفت دخل الصيني. فانا قلت بلاش انه يعني فقفلت محله. انحرق توبي. عام كم هذا؟ انحرق توبي. يعني وشوية شوية تاكل النار. فقفلت الصراحة يعني. عام كم قفلت؟ خلاص قفلت الأنشطة هذه. 10 سنين. من قبل 10 سنين؟ عشر سنين. يعني 1400. تقريبا 18 سنة. عام 29. بقي شيء نشاط لك في بريطانيا؟ شوفك لازلت تروح بريطانيا. أروح بريطانيا. عقاري ولا نشاط؟ يعني عقار. خلاص بطلت. لا بطلت نشاطك انتهى يعني. الان يعني لو فتحت في بريطانيا اشتغل ترى. لانه الرواد من الخليج. وشيء من بريطانيا يعني له وزن كبير. غير هنا. هنا اتجهوا للصيني. وانت يا ابو هاني يعني كبرت شويه كمان، هذيك كنت شباب يعني. النشاط كان شويه. وخلاص انت يعني. لا الحمد لله. الله يشدك بالعافيه. بس يعني العقار سهل. وانت خلاص عندك الخير.